أعلم الناس دي كلها إزاي تتعامل في اللي أنت بتشوفه والمجالات اللي أنت بتخش فيها واللعيبة اللي جاية بتاعت الناشئين واللعيبة الكبار إزاي يبقى ليهم دور في اللعبة دي اللي هي تبقى كويسة وتبقى مستمرة مع النادي الأهلي. قول الو ألو ألو شورى. يا إينو عامل إيه؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. انت ايه الاخبار؟ وحشني. منور الله يخليك بوجودك. يا كابتن معتز، يا كابتن معتز اينو، منور يا كابتني. عمر اخبارك ايه يا حبيبي؟ كله تمام؟ منورين انتوا الاثنين. والشياكه دي عاشور، يعني ملك الشياكه. ملك اقل حاجه عندي والله. انا كنت يعني عمر، انا قلت انا جاي بيتي بقى، بيتي النادي الاهلي، قلت هجيب شورت وكت، لكن قلت بقى ايه اضرب له حاجه حلوه. يا كابتن اينو، يعني الكواليس اللي بينكم وبين الكابتن حسام عاشور كواليس كتيره جدا، وانا عارف ان كان ليكم مواقف هزار وضحك بره الملعب، لكن انتوا جوه الملعب كنتوا رجاله جدا جدا وعلى قدر المسؤوليه، وتالقتوا وشلتوا بطولات ورحتوا بطولات كاس عالم انديه، دوري ابطال افريقيا، بطوله دوري، لكن بره الملعب اكيد كنتوا بتفصلوا بمواقف. عايزك تقول لي شويه كواليس كده من اللي ينفع تتقال على الهواء. ايه رايك كده؟ اللي ينفع إيه تتقال. ايه رايك كده؟ ايوه اللي ينفع تتقال. اللي ينفع، عشان في حاجات ما تنفعش خالص هنتحبس. ايوه، فانا عايزك تقول من اللي ينفع نقولها على الهواء. لا بص، طبعا في البدايه عمر انت عارف عاشور بالنسبه لي ايه، طبعا كلها مصر كلها عارفه طبعا عاشور. من اول يوم دخلت في النادي الاهلي واحنا في اوضه واحده، يعني انا قعدت 5 سنين في النادي الاهلي احنا اوضه واحده، سواء في القاهره او بره القاهره، معسكرات لو رحنا فين هو معروف ان الاوضه اينو وعاشور. يعني عاشور من الشخصيات فعلا اللي هي، مش عشان قاعد على الهواء وكلام دبلوماسي وكده، لا انت عارف عاشور فعلا من ارجل الناس انك تتعامل معاها. طيب جدا، قلبه ابيض جدا، من بيت نظيف. يعني رغم اللي احنا، خلي بالك احنا كنا بنلعب في مركز واحد، فكان في بقى شويه كده ايه، احنا ما فيش حاجه اسمها مين او مين، لا احنا اخوات في الاول وفي الاخر. اللي يلعب ده دي حاجه بتاعت الجهاز الفني، دي مش بايدينا. تمام. لكن احنا يعني بص، يمكن اسرار واسرار احنا الاثنين يعني اكثر من اخوات، يعني بحكم اللي احنا في اوضه واحده. عندنا الحياه الاسريه بقى كمان، يعني مراتي، مراته، اصحاب، خروجات، فيعني الموضوع يعني بعيد عن الكوره، احنا اخوات في كل حاجه. لا ماشي، بس احنا كل الكلام ده يا كابتن اينو عارفينه ان انتوا اخوات وحبايب، قلت في التقرير الكلام ده كله، لكن انا عارف ان كان في مقالب، يعني انا عارف ان كان في مواقف، فانت مش هسيبك غير لما تقول لي مواقف بينك وبين الكابتن عاشور. لا هتقول لي حاجه كده من اللي الجمهور ايه يحب يعرفها. انت عارف ان الجمهور بيكون بعيد عن الكواليس، فاحنا معانا الكابتن عاشور ومعانا الكابتن اينو علشان خاطر نقربكم من الجمهور ونعرف بقى كنتوا بتعملوا ايه، عشان هم فاكرين لعيبه الكوره ما بيهزروش، ما بيضحكوش، ما فيش مواقف ما بينهم، مش ناس طبيعيين يعني. فعايزك تقول لي، فاكر يا اينو لما سرقنا المفتاح من عمك محمد وهو نايم وكنا جعانين؟ فاكر حاجه بسيطه. لا انا عايزك احكي لي يا كابتن عاشور، احكي لي عملت ايه. هو احنا يعني كابتن حسام اللي كان هو مستر مانويل في الفتره دي، هم اللي كانوا ماسكين. فانت عندك كابتن حسام طبعا في الوزن يعني ايه حاجه صعبه جدا. فانت بتاكل الساعه 7، فبتيجي الساعه مثلا 11 ولا 12 تبقى خلاص بطنك بتصوصو. فنعمل ايه يا عم اينو؟ قال لي بقول لك ايه، تعالى نسرع المفتاح من عمك محمد. كان عم محمد اللي هو الشيف اللي بيجيب لنا اكل. خلينا نايم اللي هو نظام الافلام بقى، نروح واخدين السلسله مش عارف، نروح نفك المفتاح انا وهو احمد السيد، ورحنا جيب الطبق، جبنا قد كده ورغيفين عيش وتمام يعني. صح، رغيفين عيش، ده احنا خلصنا اكل الساعه كله. طب ايه تاني يا كابتن اينو؟ ايه تاني فاكره للكابتن حسام؟ يعني هو افتكر لك موقف الاكل والمفتاح، انت فاكر له ايه؟ احكي له عشان موقف الكله لما حطيت لي كله في الجزمه. احكي. بص احنا مره عاشور ايه خلاني طلعت من التمرين وانا مش واخد بالي خالص، راح مديني ايه واحده كده خفيفه، كان هو محمد شوقي، وراحوا جايبين ايه كله، انا ما كنتش عارف، انا سايق العربيه، انت عارف انا قاعد في حلوان، من بعد التمرين لغايه حلوان انا عمال ادوس في حاجه، يعني وانا بدايه بنزين رجلي مولعه في الجزمه، فانا مش عارف في ايه. انا قلت مثلا مطرح جزمه الكوره التمرين بتاع، رغم ان انا يعني ولا اتخبطت ولا حاجه، طلعت البيت بقلع الجزمه مش قادره تتقلع، لازقه في الشراب، طلعت بالشراب، اتاريهم حاطين لي كله في النعل بتاع الجزمه. طبعا اينو بقى انت عارف دماغه سم، ما يسيبش بقى الموضوع. عملت ايه طيب؟ معسكر. ايوه هو بقى يقول انا هقول حاجات وفي حاجات مش هينفع تتقال. ايوه ماشي
ماشي ماشي، الحاجات اللي ينفع تتقال اوكي. كنت انا وشهاب ماشي، قعدنا نفهي عاشور لغايه ما طلعناه بره الاوضه ورحنا واخدين علبه الجل بتاعته. هو عاشور بيحب يحط جل قوي في شعره يعني. لكن غير انا انت عارف انا اقرع. المهم ايه، عاشور بيحب الجل، فاعمل له ايه اعمل له ايه، رحت واخد الجل ورحت لك. انت عارف في الفنادق بيبقوا حاطين الحاجات اللي هي الشامبوهات والبلسم والحاجات دي كلها على ايه. حماد كريم، رحت عامل له خلطه، فتحت الجل ورحت عامل له خلطه بالسلازينه، وفي حاجات تانية انا حطيتها بس مش هينفع اقولها طبعا. ماشي. هو عارف، هو واحنا كلنا عرفنا خلاص. لا انا بص لدماغي، دماغي بتاكلني، انا مروق دماغي بتاكلني، عمال ارش في دماغي. الناس بتبص عليا، يا عم ده مجنون ده اللي انت عمال ترش ليه يا كابتن فيه. ولا دماغي كانت بتاكلني والله. خلي بالك قاعد يحط فيه ثلاث ايام وما اعرفش. ما انا بقول لك قعدت ثلاث ايام احط فيهم مش عارف ايه. انت لغايه لما هم جوش مره قعدوا يضحكوا بقى التمرين، واللعيبه عماله تضحك. طبعا اللعيبه كلها عارفه انا عملت ايه. اللعيبه عماله تضحك تضحك، هو خد باله بس كده عارف بقى. لا بس يعني، بس بصراحه كنتوا رجاله جوه الملعب يعني، كنتوا بتعرفوا تفصلوا ما بين بره الملعب وبين جوه الملعب. لكن انا كابتن عاشور اخدت حقك بعديها ولا لا؟ طبعا. طب عملت ايه؟ انا عايزك تقول لي يعني. هو يقول واحده انت تقول واحده. لا هو طبعا انا عايز اقول لك على حاجه. لا ثواني بس، انا هقول له عايز اعرف بس اخد حقه ازاي. عربيته راح يعني في موقف بقى تاني، راح ايه عربيتي كانت هناك في الـ في الـ في الـ في الاوبرا اللي احنا بنركن فيه هناك. راح مفسلي الكاوتش يعني كسنه بس فرده واحده يعني هو فسر لك الكاوتش. حلو. طيب حلو. رحت انا جاي تاني يوم العربيه، رحت مفسله الكاوتشين. ما ولا مشي بقى ولا عارف القط والفر. احنا كنا قط وفار. بس عايز اقول لك على حاجه يعني، احنا بنعمل الحاجات دي بس بحب. ايوه طبعا، ما انا لسه بقول اهو. ما هي لا مش وبعدين انت عارف يا عمر، احنا كنا مثلا ايه في نهايه افريقيا كاس عالم انديه في اليابان، خرجنا وكنا بنعمل كل حاجه اللي احنا نفسنا فيه، بنعمله، بنلعب كوتشينا، بنهزر، بنجيب اكل طب انا احكي لك على موقف الكبده والسجق. احكي لي. ايوه احكي لي. مره كنا معسكرين هنا وكان عندنا ماتش مهم جدا، مش فاكر الماتش ايه، ممكن يكون عاشور فات. ورحنا جايبين ايه 30 كبده و30 سجق بالليل، رغم ان احنا صغيرين ساعتها. فقلت لعاشور ايه عاشور هنعمل ايه؟ من واحنا في الاتوبيس بنبقى احنا متكتكين اللي احنا هنتعشى ايه اكل من بره يعني. بس طبعا ده كان بيبقى سرقه عشان لو اتمسكنا هنتحبس طبعا. فبنكلم اي حد من حبايبنا، وكان عاشور ليه برضه ناس صحابه، فبيجيبوا لنا الاكل ده ايه بالليل سرقه في المعسكر. فابو تريكه انت عارف بينام بدري، هو وائل جمعه من الساعه 8 تلاقيهم يصلوا العشاء ويناموا ملتزمين قوي. فالمهم ايه، ريحه الكبده والسجق قلبت الفندق. تمام. الواد وهو جاي في الطرقه الفندق كله ايه شامم الريحه. فالمشكلة لو كابتن حسام بدري عارف ولا حد عارف هيتخصم مننا، وعندنا تاني يوم ماتش مهم. فالمهم لقينا ابو تريكه داخل علينا بيخبط وداخل. ايه ده وازاي؟ طبعا احنا فارشين بقى فرشه انت عارف الاوضه ونص الفرقه عندنا، عشان احنا كانت اوضتنا دي هي الايه الموقف، ما عارف موقف الميكروباصات. احنا كانت الاوضه دي بتاعتنا البلاي ستيشن واللب والفول والهزار والكوتشينه والضمنه، كل حاجه تلاقيها في اوضه هنا وعاشور. تمام. اللي مسدود في اي حاجه او جعان في اي سفريه لازم يجي عندنا. تمام. المهم لقينا ايه ابو تريكه داخل هيقعد بقى يمثل ويعمل لك بقى فيها ايه اللي انا بقى اللي قدام. قال لك ازاي ومش ازاي وبتاع والاكل مفروش. فايه ريقه جري على الكبده. راح صاحب واحد كبده. قال لك طب يعني ايه يعني؟ قلت له هتقعد ما تقعدش بقى ايه؟ انت هتركز في الماتش، روح. روح اوضتك ونام. جعان كل ما تتكسفش. قال لي طب هاخد واحد كبده كده، هنقنق في واحد كبده، عارف هو ريقه جري. راح واخد واحد وراح ماشي. بس اقول لك على حاجه يعني، من الحاجات اللي احنا كنا بنعملها. ما قالكش يا كابتن مفيش مخلل؟ انت اصلا كنت تشوف انت العاشور الاكل ومحطوط؟ لا يفتح نفس اي حد. لو كان الكابتن حسام بنفسه، لو مستر مانو كان جه كان هياكل. بس انا بقول لك يعني احنا كنا صغيرين ساعتها، وكان في اوضه كده على طول اللي هي بتبقى ايه زي انت شفت معانا في اسبانيا طبعا. في اوضه كده اللي بيبقى فيها بيتجمع الفرقه، ضحك وهزار وكل حاجه. لكن لما كنت بتنزل الملعب كنت خلاص بتقفل ده كله. هي الاوضه دي ممكن تجيب اكل كده مثلا سرقه في مره ولا حاجه، بيبقى مره مرتين ثلاث مرات، غير كده يعني ما كانش ينفع يعني. انت عارف لعيبه النادي الاهلي كلها ملتزمه. بص يا عمر انت عارف يعني الحب كان ساعتها الفرقه كلها، وكانت اللعيبه الكبيره كانوا كمان ايه محتويين الناس الصغيره. ده حقيقي. واحمد السيد وعادل وصديق وسبيد يعني الناس دي كلها، محمد سمير، الناس دي كلها كان في حاله حب بين الكبير والصغير. زي ما عاشور بيقول لك بنضحك ونهزر وناكل ونشرب ونعمل كل حاجه،
بس بيجي اوقات بقى عليك في التمرين مفيش هزار، في الماتشات مفيش هزار، وربنا بيكرم طالما في حب وفي وفي جديه في الشغل، انت بتبقى نازل مطمن ان انت كده كده هتكسب، فاهم؟ عاشور بقى سالوا احنا كنا في عز الماتشات، في عز الماتشات والماتش شغال، قال له عاشور مش قادر في عز الماتشات لازم ندي واحده كده، والماتش يبقى بالاستاد مليان والجو مكهرب ونقعد نضحك في الماتشات، بتطلع نفسك من الضغط اللي انت بيبقى فيه. صح يا كابتن، صح يا كابتن اينو. يعني يا كابتن اينو انتوا كنتوا جيل محترم، جيل بصراحه حقق بطولات وانجازات كتيره جدا واسعدنا واسعد جمهور النادي الاهلي. بشكرك يا كابتن اينو على التقرير او على وجود حضرتك معانا في مداخله تليفونيه استرجعنا ذكريات الكابتن حسام عاشور فيها، فبشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن عاشور انا عايز اسال